أستاذ أحمد بجاش، أول انطلاقاتك كانت من هنا من هذا المنبر من حي العتيبية. عرف أحمد بجاش بنظامه بصوته الشخصي، ليس مقلدا لأحد، ليس محاكيا لأحد. كيف طورت من نفسك أحمد بجاش لتصل لهذه المرحلة؟ أولا طبعا الحمد لله على نقطة الوصول اللي وصل لها أحمد بجاش زميل عبد القادر، ما وصلنا له يعني شيء ممتاز، شيء خطوة مميزة إنه نصل إليها. طبعا كيفية الوصول، الاجتهاد، تجتهد على نفسك من البداية. أنت عندك موهبة اكتشفتها بنفسك، طلعت على الملأ، في ناس ساعدتك، في ناس أبرزت موهبتك، وصلت لبطولات مميزة، عندك نهائيات، كده يجي التطور يعني مع خطوة خطوة. جميل جدا. كابتن عبد القادر، دعني أتحدث عن عبد القادر شخصيا. هناك حديث بأن عبد القادر في بدايته كان يستنسخ ربما من المعلق القدير عبد العزيز هوساوي، لكن الآن أصبح عبد القادر رأسا على علم، الكل يسمي البطولات بمسمى معلقها عبد القادر. كيف بدأ عبد القادر مشواره المهني في ساحة التعليق الرياضي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أرحب بك زميل عبد الله ومسي على السادة المشاهدين لقناة تي في بازيدان. في البداية خلينا أتحدث معك عن هذا الحدث وعن ما جرى اليوم في نهائي بطولة الحي المعظم كرنفال. أكثر من رائع، مباراة كانت جميلة بكل المقاييس، الوفاء في مواجهة عين زبيدة. إحنا اليوم تابعنا مباراة كانت تحمل الكثير من المعاني، سواء من المعاني الإنسانية، المعاني الأخلاقية. بطولة الحي المعظم، البطولة اللي جمعت في الكثير والكثير والكثير من أبناء الحي، استطاعت أن تحتويهم وتأويهم في مكان واحد، في منشأة واحدة، يكونوا قريبين من بعضهم البعض. اليوم نهائي أشبه بنهائي الحلم بالنسبة لأبناء عين زبيدة وأبناء الوفا. الوفا كان متمسك بأن يكون بطل لهذه البطولة، عين زبيدة كونه بطل للبطولة الماضية كان متمسك بأن لا يخسر المباراة وأن لا يخسر اللقب للمرة الثانية، وبالتالي جرت الأمور كالعادة. مباراة نهائية، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، مباراة الغلط فيها مش مقبول. فريق الوفا لعب على جزئيات بسيطة، حسن اللقماني فرق جدا مع فريق الوفا، وكان بمثابة هدية البطولة وإهداء البطولة لأبناء الوفا عن طريق اللاعب حسن اللقماني. جزئيات كثيرة حدثت في هذا اليوم، سواء من كرنفال افتتاحي، كرنفال ختامي لهذه البطولة، كرنفال أكثر من رائع، شاهدنا مراسم التتويج الجميلة. يعني إذا جيت بتحدث عن بطولة الحي المعظم، الصمت في حضرة الجمال جمال، وعن بداية عبد القادر برناوي طبعا هذه يعني ما تحتاج، هذه تحتاج وقت طويل، تحتاج لدقائق طويلة، ما يمديني أحصر لك هي في هذه الدقائق المحصورة.